افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء مؤتمر سمارت سيك لأمن المعلومات والذي تنظمه جمعية البحرين للشركات التقنية وبحضور عدد كبير من رؤساء الشركات والمنظمات المتخصصة في أمن المعلومات ومشاركة أكثر من 200 مشارك من البحرين وخارجها. في طور التقدم التكنولوجي نحن في حاجة إلى رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات والمخاطر الإلكترونية لدى الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء، ليسدل الستار عن مؤتمر سمارت سيك الذي يهدف إلى مواكبة أحدث معطيات أمن المعلومات والحفاظ على ريادة مملكة البحرين في هذا المجال، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في البحرين. لذلك يجب على جميع الدول الآن والمؤسسات أخذ الاحتياطات اللازمة والتأقلم مع آخر المستجدات في هذا المجال، لأن هذا المجال يحدث فيه تغيير يوم عن يوم. مثلا آخر الإحصائيات تبين أن في الولايات المتحدة الشركات يعني تحملت كلفة 654 مليار مو مليون مليار دولار في عام 2018 بسبب الاختراقات الإلكترونية. فالمبالغ التي يمكن أن تخسرها المؤسسات والشركات كبيرة جدا، ومملكة البحرين سباقة في هذا المجال وأعطت أهمية كبرى لأمن المعلومات. لمملكة البحرين جهود واضحة في إعطاء أمن المعلومات أهمية كبيرة، ويتجلى ذلك واضحا من خلال اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات التي يترأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث اتخذت هيئة الحكومة الإلكترونية العديد من المبادرات وأقامت ورش العمل والاجتماعات على مدار العام لضمان معالجة تجارب الحياة الواقعية في أمن المعلومات، والتي تهدف إلى زيادة المعرفة بالمخاطر والوقاية منها وطريقة التعامل الأفضل معها. نحن كجمعية أهميتنا تنبع من نتابع حركة واتجاهات صناعة تقنية المعلومات، ونتلمس أهم عنصر فيها، ونحاول أن نخلق جو من التوعية لدى الأطراف الثلاث ذات العلاقة. أول عنصر إحنا يهمنا أن الهيئة هو المواطن. ثاني عنصر هي الشركات التي تزود الجهات سواء الرسمية أو غير الرسمية بما يكفل أمن المعلومات. والثالث طبعا يهمنا جدا الجهات الحكومية. خلال المؤتمر تمت الإشارة إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كشفت مؤخرا بأنه منذ فبراير من العام الماضي أحبطت الحكومة أكثر من 5 ملايين فيروس ومليونين و700 ألف رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب بها، إلى جانب أكثر من 50 مليون محاولة خرق للبيانات. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.